أوقات فاضل كي نبو الشيخي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا لبدأ آذان تورد حيسا ماركو مؤدين كو أقدمه إلى أي إقامة تورد حيسا إيادنا ووقت الدعاء لا يرد بين الآذانين أو بين الآذان والإقامة فادعوا نبو حلي عليه الصلاة والسلام حديثك أبو داود يترمذي يا إمام أحمد بس وصاري شيخ الباني نسعي قلت الماما دعاء لما عليه لبدأ آذان لحدود لبدأ آذان وإقامة يا آذان نبو عليه الصلاة والسلام ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حديث كان نبو حكالو الشيخ يا نبو بريضينا لعلنين أما يرت أنت لعليا مركا آذان كدعوه إيا مركا جهات كالوچرو وحكى له كم إذا وقت يدى الدعاء دوي في عنتها صلاة الدبديت صلاة الدبديت الله بابا علماء دوي كفى الصراع قالوا وحيد هذا هو مركا أدى ما يستطاع تحياتك أنت أنا تسلام نقصا مركا أدى تحياتك أدى ما يستطاع أنت أنا تسلام نقصا فلما دا بركا لنا وحي قبان ومركا صلاة أدى ما يستطاع كجب هذا دعاء يستطاع يعني دعاء إمام اللي سوقا ما شفته عندك دريري لين الله يا إمام هو دعائي مويان لكن هو وقت أتسك الدعاء سنكرته وأنا وقت يدا الدعاء فضي قبضان طي نبي عليه الصلاة والسلام وحلقوا يري أي دعاء أسمع إله الرسول كيسيو حديث كتر مدى وريني وأنا حديث حسن نسو الشيخ الشيخ يالباني أي دعاء أسمع دعاء تيبا لو قل بدني ربي أجيب بدني وحنا بكوري جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات habeenka bartanka xaqiisa dambe habeenka xaqiisa dambe iyo salaad salaadaha maktubaatka gadaashood gunabuu calayhi salaatu wasalaam walidalik gunabuu wa ki sahabi uu tilmaamayay muad ibn jabal wallahi muad wa ku jacala ibnabu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ninka uu jacaliyo uu dhaartay inuu jacaliyo wuxuu ku yiri ha ka tagin salaad wal badbadeedayna tiraado اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن تراه ذو صلاة ندبديدها كتلي